بالعرضة النجدية والرقص بالسيوف على الخيل، جرى الترحيب بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الدوحة التي يزورها في إطار جولة خليجية. فتفاعل الملك السعودي مع الرقصة التي أدتها فرقة فنون شعبية قطرية، وأظهر الفيديو الذي تداوله ناشطون الملك سلمان وهو يحاكي الفرقة في الأداء ويمسك بالعصا قبل دخوله الديوان الأميري لإجراء مباحثات مع أمير قطر وحضوره حفل عشاء أقامه والد الأمير الشيخ حمد بن خليفة الثاني على شرفه. ولافتت طفلة قطرية الأنظار عندما تقدمت من العاهل السعودي لتلتقط من هاتفها الخلوي صورة سيلفي معه. وتلقى الملك سلمان هدية هي عبارة عن مجموعة من الخيل العربية الأصيلة قدمها أمير قطر، كذلك سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني وهو أرفع وأعلى الأوسمة القطرية.